زي ما احنا شفنا مع حضراتكم ده ملخص فوز الاهلي على الزمالك في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. عايز اقف عند نقط معينه. اول حاجه هدف اللقاء، هدف اللقاء من الاهداف الحلوه. يا ريت مخرجنا دكروري يعد لنا الهدف مره ثانيه، ان هو في شغل هجومي وتوزيع هجومي وانتشار جيد جدا من لاعبي النادي الاهلي. هي هجمه بدات في نص الملعب، يعني حصل فيها عمليه الاستحواذ وتدوير الكره، وبالمناسبه ده شغل مدربين. جت هنا على شغل الاطراف الثنائيات الموجوده. امير علاء اللاعب رقم 12 اللي عمل الكره العرضيه، الكره العرضيه كره حلوه جدا. الاحلى من الكره العرضيه كمان انتشار لاعبي النادي الاهلي في ال 18. شفنا واحد على العارضه الاولى وعمار وليد سارق الناس كلها وجاي على العارضه الثانيه. دي حلاوه الهدف. وده انتشار جيد من لاعبي الاهلي، انتشار ممتاز، وده كمان شغل مدربين. الكابتن اسامه زكي اللي عامل شغل رائع. شفنا الانتشار، واحد على العارضه الاولى، واحد على العارضه البعيده، ففي انتشار وفي تحفيز لاعبي النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم كمان عمليه الاستحواذ بدات في نص الملعب. النهارده لعيبه النادي الاهلي بص في تقل على الكوره، مفيش استعجال، مفيش كرات طويله، تناقل الكرات من اليمين للشمال، شغل الاطراف، ده كله بياكد على الشغل الفني، سواء المدير الفني الاجنبي او الكابتن اسامه زكي، وكمان ايضا معاه الكابتن احمد صديق. شفنا الجمله الثنائيه اللي اتعملت على الاطراف. النهارده في كره عرضيه، في واحد بيقطع على الاولى، واحد على البعيده، وكمان في واحد تحت، يعني الكره لو نزلت لتحت ففي انتشار فوق الممتاز من لاعبي النادي الاهلي.